قبل ما نقفل يسولي فوزي بنزرتي في النايف هلك نسيا اعطيني ريكتو مو تصاور تاع يسولي فوزي بنزرتي بعد ما تشاد دومي واذا كانكم تصاور ذوما لوكس كلوزو دو تي عثمنا حسن سمرتا وكيف ما يقول ماتش المغربي ديال واحد الدكالي الزادق داك الزادق الزادق داك الزاداني وصلنا بالراجا الدور فينالي او كمبيوني 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 يحصل على الطش يا خويا مبروك علينا يا كوتشي يا فوزي يا ودي انا اسمعني وتلاقى لي الزداق قال الزداق فتلا لا حظ لي روحك باش نعطيك انا شربيك فتلا يا ودي ساعتين ياك الصباب فتلا ناحيتهم لرونالدينو فتلا اسمعني يا فوزي الله يبارك فيك اخويا اتكازينا حيت هالوانا وهادي الزوينه وهادي متاعي انا وهذا واحد السوفينير فاش حبت اخويا نتايا يا ودي العف عليا فتلا قال ولا سوفينير فتلا يا ودي الحوايج اللي ناحيتها رونالدينو فتلا كل كاي انا باش نروح بها فتلا والله الى الملك بيدو يطلب فيا من بكري فتلا في التليفون ويقول لي انا تحب علي تاخذه في المروك فتلا يا ودي اسمعني لحظه فتلا وجهنا اش عندك انت بالله بالله فتلا حتى القنيل لم تاعو ناحيه والو رونالدينو فتلا يقوى عليكم مال ربي فتلا والله الا هاي هذه فتلا تناتيها المعجبات نتاعي وانا معروف على عندي برشا معجبات فتلا يا ودي الله يعطيكم الصحه الاولاد ما قصرتوش انا ما نوصيكمش ضد البايرن فتلا يا ودي ماكم تعرفوا الالمان عندهم على قش هاي فتلا وعندهم على كباب تعمل كيف وزيدك الاولاد ريبيري فتلا كان صدقني على ربي عنده نبذب وكان تعملوا لمزيه نطروه له فتلا ندوروا الزيرو فتلا ونولي منها كاس العالم ومنها لشوبين فتلا الحمد لله رب العالمين. قريش قشيش في مخك لسيو لفوزي لبنزرتي ونرجع توا نكتب مو عزي عزتي للنايف وناخذوا معانا لسيو لفوزي لبنزرتي باش يحكي لنا الاكسبيريونس نتاع كوب لو موند. اهلا وسهلا ميغالو فتلا بالله لحظه برك نكمل التليفون نقعد معايا فتلا. الو وي فتلا اهلا بالملك فتلا شنو هي الاحوالك الرواء فتلا والله انت نروح نشوف الحاجه ونشوف الحاجه العائله ونشوف الحاجه تصافى ونشوف باهي فتلا ولا كتش حاجه. يا ودي مش مشكلة فتلا تو نشري معايا زوز باقيت في يديا فتلا يا ودي لا مش مشكلة مش مشكلة حط الفطور وكل على رواحكم فتلا لا ينحيك يا عزيزي فتلا هيا في الأمان فتلا يا ودي أنا ملك كيفاش أنا قلت لي ميقالو فتلا سامحني فتلا ما كان معايا اللوروا فتلا الملك كان معايا في التليفون والله لا فرحان بيا برشا فتلا ولا كل دارجين يتصل بيا فتلا شنو قلت لي فوز يا ملك هاودي شبيك هاودي نحكي لك على فينال تاع كوب لو موند وانت تحكي لي عن ملك هاودي شبيك تحكي لي حريم السلطان هاودي نحكي معاك لوجيك والله ما نشبني انا نقول لك فتلا والله مي قالوا فتلا فيما يخص الدور النهائي فتلا جينا ضد البايرن فتلا لا هو فريق عملاق ورغم اللي يعني كفوزي بنزرتي انا قلت لهم الملاعبيه فتلا كلي كا ما فما حتى لا مشكل فتلا هما بايرن فتلا الالماني فتلا وانتم معاكم على بايرن التونسي فتلا يدرب فيكم ولكن الله غالب فتلا الحظ ما كانش معانا وعلى كل حال فتلا شوف على عينيك على التليفونات ما ركحتش الصباح على طلبني مانديلا فتلا قال لي نحبك تراني جنوب افريقيا وتوا فتلا راني نحكي معاك فتلا في انجيلا ميركل فتلا خلينا نشوف اش بها ويا العزيزتي يا بنتي نعرف فتلا والله حتى انا نعزك فتلا ربي فضلك ليا سلم لي على بيكن باور فتلا يا ودي على اخويا هذاك فتلا مع السلامه والله ما انا فتلا كيما لا تشوف انا مي قالوا فتلا العروض الالمان فتلا يحبوني ندربهم في كاس العالم فتلا تبقى انا رفضت وقلت لهم لا بالعكس فتلا لان ولا اسلوبي ما يتمشاش مع اسلوب المانشافت فتلا الاكثر والاقل شنو قلت لي فوزي المانشافت هاودي مانشافت شكون ها فوزي شبيك ولات لي حسين الجزيري في المخ قال لي مانشافت هاودي شبيك من مشيت من الروك ولا مخك من الحروس هاودي احكي لي تك تك احكي معايا اللوجيك يا ودي العف عليا فتلا مي قالوا هاودي ما انا قلت فتلا لا فوزي البنزرتي معروف لا يفرض اسلوبه ويلعب على الضغط العالي فتلا في مناطق المنافس مهما كانت صفته. عفوا 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 خويا ميغان وانا مضطر لهنا باش نقطعكم الزوز انا خاطرني سمعت سي فوزي البنزرتي يحكي على اللعب باسلوب الضغط العالي ولهنا انا مضطر قدام العشرة ملايين توانسه باش نقول لفوزي لو كان جيت متابع لبرنامج عندي ما نقول لك راك تعرف بالتاكيد انه الضغط يولد الانفجار. شنو قلت انفجار يا ودي مش قلت في راس العالم انفجار يا ودي شبيك تعمل هيك عليه وخي يقول نقطعوا لك كيفاه هذيك نسي هلو عز ومالو لو خير يا حزني افرو كونتوزيون الاخوان في الحافله التوفيق هاودي حتى من بوبليك نتصفقوا لمرواحكم وقطعوا هاو قال لك انفجار توا نمشوا ركتوا مع لو سيجي نمرو تروا مع ترك ذياب وزير الرياضه اللي كان قاعد بحالنا الجمعه اللي فاتت لبس عليه ومن بعد خرج في التلفزيون ولا يسب فينا وقال ما تصلحوش شنو نحطكم في قريه وقال زيد شي عمل لنا هنا ها او بيان شي عمل لنا بلا كيفاش سي بون سا نمشي تو ركتو مو مع تصاور تاع فتح المولدي اللي حط في قلبه وقال له سحنينا ماني ساكت له ومشي عمل كيما عمل وديع جري مشيش كبير راشد وغنوشي شوف اسمعني نقول لك راهو الشيء اللي صار خطير وخطير وخطير للغايه شيخنا معز تو يعجبك هكا سي طارق ذياب بعد ما حضر معنا في البلاتو وفرحنا بيه يمشي يسبنا في القنوات الاخرى وفي صفحات الفيسبوك شيخنا معز عفوا شيخنا راشد
شوف يعني يا فتحي، في البداية والحمد لله لا تتغشش مني، أنا شخصيا أحبك برشا، وخاصة أني أعرفك أنت بالذات الوحيد الذي كنت عاملا لحية قبل الثورة. الله غالب يعني خويا، امسحها فيا. وفي كل حال يعني هو ماشي على روحه والحمد لله. هو في الحقيقة يعني كل هذا ما كانش يصير لو كان مش من حماد جبالي، الله يهديه. يعني سمعني مرة يعني كفاش قلت يعني انه قنوات الجزيرة ساهمت في الثورة، يا اخي يعني مشى في باله انها ساهمت يعني في الثورة بقنوات الجزيرة الرياضية، لذلك يعني هو عيط له جابه واعطاه وزارة. وانا يعني نحمد في ربي انه مزاد جاب لي معه الشوالي وحطه يعني كاتب للدولة، ولا راو كسر لي رأسي بالعياط. يعني اذا ما تحط شي في بالك يا فتحي وامسحها فيا على مراد الله. يعني هاودي مرسو بكو، هلك نسيان على الفتة هذي اللي عدتو هكا عزي عزيتي كوكو سوا بوزيسيونيتي فوق قدام تحت التلفزيون وبيان في قلب التلفزيون. حب نقول لكم انا كملنا البرنامج تاع لوجيك سبور تاع اليوم، ثم تكمل رجع لكم ميكروفون خويا العز، وعزي المشاهدين ملتقانا، رونديفو تاعنا لندي بروشان.